السلام عليكم. تصاعدت حدة التوتر وتوسعت دائرته من باب المندب إلى هرمز منذ أن نفذ الانقلابيون السبت الماضي هجوما يتيما على سفينة إغاثة إماراتية بالقرب من باب المندب. يعد هذا الهجوم بعد هذا الهجوم بيوم واحد فقط دشنت البحرية الملكية السعودية تمرين درع الخليج واحد في جنوب الخليج العربي وبالقرب من مضيق هرمز، تحرك قوبل بتحذيرات من البحرية الإيرانية من اقتراب القطع البحرية المشاركة في التمرين من المياه الإقليمية الإيرانية. الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزارة الخارجية وجهت تحذيرا قويا للانقلابيين وجددت التزامها تجاه سلامة الملاحة في باب المندب، وأرسلت ثلاث قطع بحرية بينها مدمرتان متطورتان، فيما صعد التحالف العربي من دائرة استهدافه لقوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي على طول الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر. مجلس الأمن الدولي وقف على تطورات الاعتداء على السفينة الإماراتية وأدان هذا الاعتداء بقوة على نحو يعكس ردة الفعل القوية حيال هذه الحادثة الذي اعتبرته الإمارات إرهابيا لاستهدافه سفينة إغاثة تعمل لمصلحة اليمنيين، واتهمت قوة إقليمية بالوقوف وراءه. حول تداعيات الهجوم على السفينة الإماراتية وأثره على الموقف في باب المندب وأمان خطوط الملاحة الدورية والتوترات الإقليمية الناشئة عن هذا الحادث، نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. أرحب بداية بضيفي في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية دكتور عادل المسني. أهلا بك دكتور. الله سلامك. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد أن نشاهد بمعيتكم هذا التقرير. من هرمز إلى باب المندب تمتد مساحة التوتر على خلفية الحرب المشتعلة في اليمن، مؤذنة بتطورات على كل المستويات تترافق مع شعور دولي مشترك بالقلق من التهديدات الخطيرة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الهامة من العالم. بعد يوم واحد فقط من الهجوم على سفينة الإغاثة الإماراتية سويفت، بدأت الرياض تمرين درع الخليج واحد بالقرب من مضيق هرمز وسط تحذيرات من أي محاولة للاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية. تهديد اعتاد الجميع على سماعه من الحرس الثوري وقادته ومن المسؤولين الإيرانيين الذين يخوضون حربا كلامية منذ أن أنجز مشروعهم التوسعي في اليمن. لكن التطور الأبرز جاء من تكثيف العملية العسكرية للتحالف على طول الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، وسط مؤشرات بتغيير في استراتيجية التحالف قد تفضي إلى تحرير هذه المنطقة بعد أكثر من عام على المراوحة عند تخوم الحدود الشطرية السابقة. ردود الأفعال الدولية إزاء هجوم المتمردين على السفينة الإماراتية كان حاسماً بما فيها الموقف الأمريكي، وتوج مجلس الأمن الدولي ردود الأفعال هذه ببيان أدان فيه الهجوم الذي شنه الحوثيون على سفينة الإمارات العربية المتحدة قرب باب المندب، وشدد على أن أعضاء المجلس يأخذون تهديدات الملاحة البحرية في باب المندب وهي ذات أهمية استراتيجية على محمل الجد، ويؤكدون أهمية الممارسة المستمرة لحرية الملاحة في مضيق باب المندب وحوله وفقا للقانون الدولي. هي القذيفة الأخيرة ربما التي أطلقها المتمردون على هدف بهذه الأهمية، لكنها ترتد على مشروعهم بعثرات لن تقيلها التصريحات المتجنجة للمسؤولين الإيرانيين. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيف الدكتور عادل المسني. دكتور، هناك تحركات دولية أعقبت هجوم الحوثيين على السفينة الإماراتية سفينة الإغاثة سويفت. هذه التحركات في المياه الإقليمية العربية والخليجية أيضا، كيف تقرأ في سياق الوضع السياسي لليمن حاليا؟ أعتقد أنه الحدث مرتبط بالتداعيات المعركة في الداخل اليمني. هناك انتصارات كبيرة على المستوى الميداني، هناك انهيار كامل للحركة الحوثية فيما يخص جبهة الجوف، تحررت بالكامل وهي ملامسة تماما لصعدة، والمعركة الحاسمة كانت أعتقد في معركة الغيل التي تصنف بأنها مران الثانية. أعتقد أن صدى المعارك في الداخل أثر بشكل طاغي على معنويات الحركة الحوثية بالأساس والانقلاب والحركة الانقلابية، فتحولت إلى تسجير البحر بعد أن فخخت المجتمع اليمني بكامله بإرهاب مدشن منذ ابتداء بالانقلاب ومحاصرة المدن واستهداف المدنيين وأيضا تجميد عملية السلام، والآن تنتقل إلى ملف حساس وفي غاية الحساسية وهو استهداف الملاحة البحرية التي يعتبر خط أحمر للمجتمع الدولي ولا يمكن أبدا المساس بهذا الخط الأحمر، ونشهد الآن تداعيات كبيرة جدا سيكون لها وبالا على الحركة الحوثية. أعتقد أنه سيؤدي إلى تشديد قبضة الحكومة والتحالف على المياه البحرية على السواحل بشكل كبير بعدما تعززت مخاوف المجتمع الدولي من استهداف
هذا الممر المهم الذي يمثل عصب الحياة بالنسبة للاقتصاد الدولي والعالمي. طيب أنت حدثت الآن عن تعزز مخاوف المجتمع الدولي، كيف قرأت بيان مجلس الأمن الأخير حول هذه الحادثة؟ يأتي في سياق هذه المخاوف والقلق الكبير نتيجة لهذا العمل الذي يندرج تحت القرصنة ويمثل عمل إرهابي حقيقة في استهداف الملاحة البحرية، التي هو يصطدم في الحقيقة مع القانون الدولي الذي يتضمن في طياته حرية الملاحة في هذا الممر الدولي المائي باب المندب. أعتقد أنه استهداف سفينة تقوم بعمل إغاثي في هذا الممر التي تستخدمه كل السفن المدنية، أعتقد أنه يأتي كنزعة انتحارية للحركة الحوثية نتيجة قلنا تغير المشهد بالكامل، نتيجة انتصارات كبيرة جدا في ملف الجوف وتطهير أيضا مأرب ونقل البنك المركزي وأيضا عودة الحكومة، هناك تغير كبير في المشهد اليمني. أعتقد أنه التغطية للهزائم الكبيرة والمروعة في المشهد اليمني أدت بالحركة الحوثية إلى أن تستخدم هذه الورقة الحساسة، وهي سيكون لها أعتقد سيكون لها انعكاسات مؤثرة على الحركة برمتها، على اعتبار أن هناك الآن بدأت التداعيات بشكل كبير من قبل المجتمع الدولي، من قبل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي بينت بأن الصاروخ الذي استهدف أيضا السفينة كان صاروخا إيرانيا، وبالتالي هنا ارتباط أيضا البعد الإقليمي الممثل بدولة عملاقة تهدد الأمن والاستقرار اليمني، أيضا المجتمع الأمم المتحدة التي أيضا اصدرت بيانا يستهجن تماما هذا العمل الإجرامي في حق الملاحة نعم في حق الملاحة البحرية. أعتقد هناك تداعيات كبيرة جدا، وهناك أيضا مناورات هائلة وكبيرة تقوم بها، وهناك تحضيرات واستعداد كبير للدول التحالف مع المجتمع الدولي بالذات الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الملاحة البحرية، وهذا سيعزز قلنا قبضة التحالف والحكومة في السواحل والمياه البحرية بشكل عام. أعتقد أنه أيضا يأتي في هذا الغباء الذي تمارسه قوى الانقلاب، هو من يعزز قبضته، هو من يخدم حقيقة المصلحة العليا لعودة الدولة وعودة وخاصة في الملاحة البحرية، وأيضا يعزز قبضة التحالف لهذه الملف المهم. طيب الآن كان هناك استهداف هذه السفينة الإماراتية، ثم كانت هناك مناورات درع الخليج واحد، كان هناك حديث وتصريحات إيرانية بشأن هذه المناورات، ومن ثم كان هناك بيان مجلس الأمن اليوم. هذا البيان هل يعني كان أقرب لتوجهات التحالف العربي، أم أنه كان يعني الكثيرين ممن يحمل أن هذا البيان قد يؤدي إلى تداعيات ليست في صالح التحالف العربي وصالح اليمن بشكل عام؟ لا سيدي، الحركة في لا شك بتدخل أمريكي أكبر بهذا المعنى. لا أعتقد أنه المجتمع الدولي كان إلى حد كبير يدعم الحركة الحوثية، لكنها الآن توضح بشكل جلي بأنها تمارس عمل ميليشياوي، عمل عصاباتي لا يمكن أعول عليها على الإطلاق. الأعمال الإرهابية الكبيرة في المجتمع في الداخل، حصار المدن، استهداف المدنيين، أيضا تفخيف قلنا عملية السلام وتجميد عملية السلام، وصل المجتمع الدولي إلى السأم من ممارسات الحركة الحوثية، وبالتالي الآن تتحرك إلى تهديد الملاحة البحرية في هذا الممر المهم، وتستهدف أيضا بصواريخ إيرانية الملاحة البحرية. أعتقد هناك مخاوف وهناك قلق وفزع كبير للمجتمع الدولي من تفشي من هذا العمل الإرهابي وتحوله بهذا الشكل إلى استهداف الملاحة البحرية. أعتقد أنه التحرك الدولي الآن يخشى تماما من تعرض المصالح الكبرى التي يمثل هذا اللي تمر عبر هذا الممر المهم. نعم هناك نفط الخليج أعتقد، وأيضا كثير من المصالح التجارة الدولية، نعم المصالح الدولية، وأعتقد أنه أكبر مستهلك للمصالح الاقتصادية في المنطقة هي دول الخليج تمر عبر هذا الممر. استهداف هذا الممر يهدد المصالح الدولية، يهدد الاقتصاد الدولي العالمي، وبالتالي هناك تحرك في هذا السياق لدعم قبضة الشرعية وبالتالي دول التحالف. طيب الآن كان هناك يعني لم تبرز إلى الأذهان هذه المعركة الذهنية، أو لم تبرز إلى الواجهة هذه المعركة البحرية إلا مؤخراً، هل لأن القدرة القتالية للحوثيين والمخلوق صالح في هذا المجال هي قليلة، أم أن هذا الموضوع سياسيا كان محسوما بشكل أو بآخر، أو أن الدول الكبرى أزاحت هذا الموضوع عن ناحية ما يجري في اليمن؟ لا
أعتقد أنه الفشل رهان إيران وأدواتها في اليمن على أي على تحقيق أي انتصار عسكري، فسياسة الأمر الواقع أو الأرض التي كانت ما تسمى تحت الأمر الواقع الآن انهارت تمام بشكل كبير، خاصة قلنا بعد صدى المعارك الكبيرة الآن خروج الجوف بكاملها، والآن المأرب وأيضا الانتصارات الكبيرة في جبهة تعز وعودة البنك وسلخ البنك الذي يعتبر هو المورد الأهم الذي كان يمول ويعول عليه الانقلاب أيضا في تجيش القبائل. أعتقد أن هذه التطورات الهائلة والكبيرة والآن الحملات المركزة والمكثفة للطيران والتمشيط الكامل للجبهات، أعتقد هناك تصعيد كبير على المستوى الميداني وتقدم هائل باتجاه صنعاء. أعتقد أن صنعاء الآن، وهناك أيضا أوامر من الرئاسة بالاتجاه نحو صعدة، أعتقد أن صعدة الآن تشهد تهديد كبير، هناك ضائقة نفسية هائلة، القبائل ترى هذه الانتصارات وهي تزحف صوب صنعاء وصعداء، ترى بأم عينها هذا التحول في المشهد اليمني، أعتقد أنه يدب في الحركة الحوثية بشكل كبير ويؤثر على نفسيتها، فأرادت أن تنتقل إلى هذا الملف البحري أولا كتغطية لهذه الانتصارات الكبيرة والمروعة والتي لم تعد بإمكانها لجم هذه الانتصارات أو إيقافها، الثاني أيضا أرادت أن تبعثر الأوراق وتلعب في أوراق مهمة جدا وفي غاية الخطورة كما لعبت بالورقة الإرهاب في الداخل، وهذا الملف سينعكس وسيكون له وبالا قلنا على مجمل الحركة الحوثية أدائها في الميدان. طيب بالتحديد على الحديث عن الميدان، دعنا نشرك في الحوار العميد حسن أشيري الخبير العسكري والاستراتيجي، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيد العميد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة العميد. لو بدأنا بالحديث عن إجمالي آخر التحركات الأخيرة في المجال المائي على مستوى اليمن والمجال الإقليمي العربي، ما الذي تحمله من دلالات عسكرية واستراتيجية لما يحدث في اليمن والمنطقة بشكل عام؟ هي ليست أعمال استراتيجية إنما أعمال إرهابية. هذا العمل البربري اللي عمل الحوثيون وعمل إرهابي بمعنى الحقيقي من قام فيه، نحن نتحدث يعني ليست فقط عن يعني ما قام به الحوثيون، هو كان سابقا يعني أقصد قبل أيام، الآن هناك مناورة درع الخليج واحد، وكذلك توجه عدد من المدمرات الأمريكية وطواقم عسكرية أمريكية بحرية إلى هذه المنطقة. سأتيك إلى ذلك، تفضل. أود أن أستكمل أنه هذا العمل البربري هو بدعم إيراني مباشر، معروف أنه كما تواترت الأخبار أنه صاروخ صيني ومستورد عن طريق كوريا الشمالية وصولا إلى من هذه النوعية إلى اليمن، مضاد للدروع، استخدم ضمن قوارب صيد اقتربت من السفينة السلمية المدنية التي تنقل الجرحى والمصابين لاستكمال علاجهم في مناطق أخرى. لكن ثار الإمارات لن يبات كما عودونا. القوات البحرية للتحالف قادرة على تأمين الممر إن شاء الله بحول سبحانه وتعالى في باب المندب، وأيضا هي مسؤولية دولية، ولذلك شاهدنا موقف مجلس الأمن، ثم شاهدنا القوات الأمريكية البحرية كيف حركت مجموعة من القطع منها طرادين حديثة ولتأمين المكان. الحوثيون أرادوا أن يعملوا عمل فاتد في وجوههم. أنا أتفق مع الدكتور في أن هذا الدكتور عادل على أنه هذا انعكاس للهزائم الداخلية وما يحصل لهم في الجوف وفي تعز الآن، وأيضا التشرذم الذي بين علي عبد الله صالح والحوثيين. أما الموقف الاستراتيجي في الناحية الأخرى على مضيق هرمز أو ما يعرف اسما عربيا بباب السلام الفاصل بين خليج عمان وبحر وخليج العربي، الخليج العربي أود أن أؤكد للمشاهد الكريم أنه الخليج العربي لأنه يحيط بست دول من الغرب وعربية ودولة عربية سابعة من الشمال ودولة عربية محتلة من الشرق، فالخليج خليج عربي بحت. ولكن ما تقوم فيه القوات المسلحة السعودية بجزئيتها من الأسطول الشرقي في الخليج العربي هذا حق مشروع ومطلق، وأي قوات مسلحة وقوة عسكرية دورها المطلق في وقت السلم أن تكون جاهزة لتقوم بدورها على أكمل وجه وقت الأزمات والحروب، وهذا ما تقوم به القوات الملكية السعودية في الخليج العربي. الآن القوات الملكية السعودية قامت بعملية انتشار واسعة من شمال الخليج وصولا إلى جنوب الممر المائي الاستراتيجي في بحر عمان
القوات السعودية آمنة، القوات السعودية قادرة على أن تصد أي عمل بربري من ما سمعنا تهديدات إيرانية من بعض الحمقى، ولكن يؤخذ ذلك على محمل الجد. أكثر من يعرف إرادة وحزم المملكة العربية السعودية وقدرتها العسكرية هم قادة العصابات والميليشيات، فليس هناك قوات إيرانية نظامية، هي عصابات وميليشيات متفرقة هنا أو هناك وموزعة ومعظمها بالخارج. الآن لسنا دعاة حرب كما هو لسان حال المملكة العربية السعودية، ولكن إن بدأوا بأي عمل عدواني على المملكة السعودية فسيكون الرد قاسم وقاسم للظهر، وستعود إيران بحول الله إلى القرون الوسطى في أعلى حد، أو على الأقل ستكون نهاية الدولة الصفوية الثانية التي أسسها المقبور خميني. سيادة العميد، الآن هناك يعني هناك من يقول أن هناك تغير في طبيعة المعركة، سيكون هناك تركيز أكثر في اليمن، أقصد تركيز أكبر على التحول إلى المجال المائي وكذلك الشريط الساحلي الغربي بتركيز أكبر مما كان هو عليه، خاصة بعد خفوت مجال المعركة هناك في بعد السيطرة على ذوباب وما جرى بعد ذلك. هل ستعود الأضواء إلى هذا المكان بشكل أكبر؟ ما الذي سيحدث في قادم الأيام من وجهة نظرك؟ كنا قد دعونا كثير من المحللين الاستراتيجيين، دعونا أولا إلى تحرير ميناء المخا. ميناء المخا لا زال شوكة في عين اليمن إلى الآن مع الأسف، وساهم في خاصرته. لا زالت الحوثيون يستخدمون هذا الميناء والانقلابيون للإمداد، ولا زالوا مسيطرين على المكان بالرغم من هناك قوات قريبة من المكان. كان بإمكان قوات الجيش الوطني مع المقاومة تقدم من محافظة لحج بذلك اتجاهه من خلال مديرية ذباب، وأيضا تساندها القوات البحرية السعودية والإماراتية والمصرية المتواجدة هناك، بحيث يتم تحرير ميناء المخا. وأنا أعتقد أنه سيكون كما أشرت أنت هناك، أشرت أن سيكون هناك عمليات بحرية وعمليات إبرار وعمليات تقوم بها قوات المشاة البحرية وقوات الأمن والقوات الخاصة لاحتلال مناطق ومد جسور على الشاطئ اليمني لمنع أي دخول أي قوات انقلابية إرهابية إلى المياه الإقليمية لليمن، وبالتالي وصولها إلى الممر المهم جدا والذي يمر من خلاله أكثر من حوالي 4 مليون برميل يوميا من البترول وآلاف السفن وأكثر من 20 ألف سفينة سنويا باتجاه أوروبا أو باتجاه آسيا. وبالتالي أنا أعتقد أنه القوات العسكرية وبالذات البحرية معنية الآن بعمليات بحرية، لديها القدرات ولديها الإرادة ولديها الإمكانيات أن تقوم بعمل جبار يساوي أو يتجاوز ما قامت فيه القوات البرية والجوية في الأيام والأشهر أو السنة والسبع أشهر الماضية داخل الأراضي اليمنية. طيب، مناورة درع الخليج واحد التي تجري الآن، هل هي جزء من استراتيجية لا تنفصل للعمليات العسكرية في غرب اليمن أو لتأمين الساحل الغربي لليمن، أم أنها عمليات وقائية واستعدادية لما هو قادم؟ هذا التمرين هو من ضمن النهج التدريبي للقوات البحرية، وإن كان يحمل تمرين رقم واحد هو درع الخليج رقم واحد، وأعتقد أنه سيأخذ أعداد قادمة بمشاركة سيغري دول الخليج للمشاركة في الأعمال القادمة. القوات البحرية السعودية متمكنة وقادرة، وأعتقد أنه في أكثر من رسالة في هذا التمرين، هو يحاكي الطرف الغربي للممر باب المندب، وأيضا في رسالة سياسية ورسالة عسكرية ورسالة اقتصادية لمن يهمه الأمر. إذن العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. دكتور عادل، هل من نقاط للتعقيب عليها في حديث السيد العميد؟ أعتقد أنه أبرز ما ذكر أنه هناك استعدادات كبيرة وتحضيرات هائلة للمملكة العربية، وعندها القدرة والإمكانية على السيطرة على المياه البحرية، وهي أيضا تنقل رسالة إلى إيران وإلى الأدوات الحوثية بقدرتها وبإمكانيتها على السيطرة التامة على المياه البحرية، وهذا واضح الآن من خلال هذا الاستعراض المكثف للوحدات البحرية. وأعتقد أنه الدول التحالف ومع أيضا المجتمع الدولي، أعتقد أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية الآن أرسلت ثلاث قطاع بحرية أيضا تدعم
هذا، وهناك استعدادات وتحضيرات واسعة من قبل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية مع التحالف لتأمين المياه البحرية باعتباره مهمة ومصلحة عليا للمجتمع الدولي ككل، وباعتبار هذا الاستهداف هو استهداف للقانون الدولي واستهداف للملاحة البحرية واستهداف للمصالح الدولية، وبالتالي هناك تكاتف وتعاون في حماية هذا الممر المائي الدولي. طيب ما هي القدرة الحوثية، يعني ما هي القدرة العسكرية الحوثية المتواجدة لديهم الآن لتهديد هذا الممر المائي، وهم الذين لم يستطيعوا عمل شيء لهذا الممر خلال أكثر من يعني عامين من منذ انقلابه؟ أعتقد أنه تهديد الممر هو في وارد قصدي في إمكان الانقلاب كان بإمكانه أن يهدده من ذي قبل، لكن منذ البداية، لكن أعتقد أنه هناك الثابت والمسلم لدى المجتمع الدولي وفي الداخل والإقليمي أن هذه الممرات الدولية لا يمكن أبدا الاقتراب منها باعتبارها قلنا خط أحمر، وبالتالي هناك أيضا ضغط دولي ولو بشكل صغير يعني. نعم هذا مسلم وثابت. الشيء الآخر أيضا القوات الانقلاب كانت لها حضور واسع وكبير ولم تكن بحاجة إلى هذا الملف الذي سيقلب عليها الكثير من الويلات والمواجهة. لكن هل هي قادرة على التأثير أو يعني الضرب أو التأثير على هذا الخط أو الممر البحري الهام؟ هل لديها قدرة عسكرية أو أم أن الموضوع بالنسبة للممرات الدولية هو يعني استهداف ورمزية لهذا المكان أكثر من أي شيء آخر؟ القدر القليل من الأسلحة تستطيع إرباك الممر هناك. القرصنة في الصومال كانت أيضا تربك الملاحة البحرية بشكل عام لولا أيضا تكتل قوى دولية كبيرة وضربت هذه العملية القرصنية في عرض القرصنة في عرض البحر. أعتقد أن الحوثي الآن يمارس نفس الممارسات التي كانت تمارس في القرصنة الصومالية، وبالتالي القدر القليل من الأسلحة يستطيع أن يربك المشهد. ناهيك أيضا عن إيران، أيضا استطاعت أن تمون خلال فترة المفاوضات قوى الانقلاب ظهر الآن من خلال استخدام هذه الصواريخ التي تهدد فعلا الملاحة البحرية. أعتقد أنه في إمكان الحوثي أيضا، ناهيك أيضا أنه الحرس الجمهوري وقوة البحرية السابقة التي تتبع أيضا صالح لديها قوة تستطيع أن تربك تؤثر بشكل كبير. نعم لكن الآن التحركات الدولية تسير في طريق قطع هذه الشكوك، وهذه على اعتبار أن هذا الممر مهم جدا وشريان حياة للمجتمع الدولي والإقليمي، وبالتالي لا يمكن أبدا القبول بأي حال الاقتراب منه. طيب ما الذي دفع الحوثيين والمخلوق صالح استراتيجيا أتحدث الآن لمهاجمة سفينة إماراتية في عرض البحر، سفينة إغاثة في نهاية المطاف؟ ما هو السبب المنطقي لعمل ذلك؟ قلنا مبررات التصعيد، أولا فشل المفاوضات وكانت أيضا بتصعيد حوثي، التقدم العسكري الكبير، انتقال البنك أيضا كمورد مهم جدا كان بيد الحوثي، الآن خروج الجوف بكاملة والضغط أيضا على صعدة وصنعاء، تحول في صف القبائل مع هذه التحولات الكبيرة في مشهد الخارطة اليمنية، الضربات المكثفة التي الآن تبخر ما تبقى من تحصينات لدى عصابات الحرس الجمهوري والميليشيات. أعتقد النجاحات الكبيرة وكسر الحصار عن تعز، هناك تغير كبير في المشهد اليمني، وهناك أيضا تسارع كبير في اتجاه صعدة وصنعاء، هذا أثر على نفسية الحركة الحوثية بشكل كبير ولم تعد تدرك تماما الخطوط الحمراء. هناك حالة من عدم الاتزان ربما. نعم هي التي دفعت قوى الانقلاب لاستهداف الملاحة البحرية في عرض البحر. طيب الآن هناك هذه التصريحات الإيرانية التي جاءت على الخط بعد هذه المناورات البحرية لدول الخليج غرب البحر أو بالأصح شرق البحر الأحمر في شرق الخليج بالأصح، هذا الأمر هل برأيك أنه يأتي يعني محاولة مناصرة حليف بداخل اليمن وهم الحوثيون، أم أنه يأتي في سياق معركة إيرانية لا تقتصر فقط على اليمن بل تشكل أحد أدواتها اليمن، بل هي يعني ذات صورة أكبر سواء في المعركة للملف النووي أو غير ذلك؟ بلا شك إيران يهمها كثير نجاح الحركة الحوثية في اليمن، والآن تشعر بغصة حقيقية نتيجة لتغير المشهد بشكل كبير والنجاحات الكبيرة التي استطاعت أن تحققها قوة التحالف وبالذات المملكة العربية السعودية، أثر بشكل كبير على مصداقية والثقة بإيران لدى البؤر الشيعية بالمنطقة برمتها، وبالتالي هناك قلق كبير لأيضا إيران من هذه الانتصارات الكبيرة في المشهد اليمني وانسحابها أيضا
على البؤرة الشيعية في سوريا، والتي أيضا تحقق هناك نوع من التغير في المشهد الكبير نتيجة أيضا للتنسيق السعودي التركي، وهذا أيضا عنصر إقليمي مهم جدا وأثر على نفسية المعركة بشكل كبير سواء في سوريا أو في اليمن. أعتقد هناك تغيرات كبيرة جدا في المشهد اليمني، وبالذات فشل المفاوضات وأيضا انسداد أفق المفاوضات وتجميدها من قبل التصعيد الحوثي والانقلابي عن طريق أيضا المجلس السياسي والدعوة أيضا. نعم، أعتقد أنه أيضا شعار المجتمع الدولي بأنه لا طريق، وأن سد الطريق تماما أمام هذه الخطوات التصعيدية التي يقوم بها الحركة الحوثية. وبالتالي أعتقد أنه أوعز للتحالف أو خفف الضغوط عن التحالف، وبدأ هذا واضحا من خلال تغير المشهد العسكري بشكل كبير والزحف باتجاه صنعاء وصعدة. طيب، سنتحدث عن الاتهامات الإماراتية بأن وراء الهجوم على سفينتها تدبير إقليمي، لكن قبل ذلك دكتور، نذهب والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور عادل، هناك يعني من يقول أن اليمن تدخل مرحلة تجاذبات إقليمية في إطار الدور الإماراتي في داخل اليمن الذي يحمل لدى كثيرين علامات استفهام. هذا الاستهداف الذي تم لهذه السفينة الإماراتية تبعه اتهامات إماراتية بأن هناك هجوم، يعني وراء هذا الهجوم تدبير إقليمي، من تقصد الإمارات بذلك؟ بلا شك المقصود هو إيران، وإيران ضالعة بشكل كبير في دعم الانقلاب وبالتالي في التصعيد الكبير الموجود في الميدان، وبالتالي أيضا حتى تفخيخ وتجميد السلام كان وراءه المفاوضات، قصدي وراءه أيضا إيران. إيران ضالعة بشكل أساسي في هذا التصعيد، والصاروخ الآن حسب تأكيدات وزارة الدفاع الأمريكية إيراني. أعتقد أنه إيران استغلت هذه المفاوضات وزقت بأسلحة متطورة ونوعية هي التي أثرت أيضا في معنويات الانقلاب و تفخيخ عملية السلام والانتقال إلى التصعيد. أعتقد أنه الآن جاء الرد أيضا من المجتمع من الإقليم بما فيها الإمارات. هناك تحول كبير نتيجة لهذا التغير في المشهد، ونتيجة أيضا لاقتناع الدول التحالف بعدم جدوى المفاوضات، وأيضا المجتمع الدولي من خلال التصعيد المستمر وسياسة النفس الطويل التي مضت مع الانقلاب، لكنها أفضت إلى هذا التصعيد المستمر سواء فيما يتعلق بالجرحى أو في محاصرة المدن أو في استهداف المدنيين أو في تجميد السلام والآن في القرصنة. أعتقد هناك الآن بدأ المجتمع الدولي وبدأت صورة تتضح للمجتمع الدولي والإقليمي من ضرورة التنسيق والتحرك بشكل جدي لإيقاف هذا العمل الذي يهدد ليس فقط اليمن، ولكن يهدد أيضا الملاحة البحرية للمجتمع الإقليمي والدولي بشكل عام بشكل ككل. وبالتالي هناك تحرك الآن وهناك اقتناع، وبدأت صورة تتحرك باتجاه أيضا موقف جامع للجم هذه التطرف الكبير سواء في تفخيخ الإرهاب في الداخل أو في تسجير البحر، وهو بداية الآن ينذر بكارثة كبرى على الملاحة البحرية. طيب، هذا الهجوم الذي وصفه العميد حسن الشهربي الإرهابي ربما هو ليس المرة الأولى التي تهاجم به قوات إماراتية بداخل اليمن التي شاركت بشكل واسع في هذا التحالف العربي. الآن هناك من يرى للدور الإماراتي بشكل يعني أنه لا يعني يغرد بطريقة ما أو له مساره الخاص بداخل هذا التحالف العربي. هل هذه العمليات تؤكد أن الإمارات ماضية أكثر بوضوح نحو يعني تحقيق إعادة الشرعية إلى اليمن وإنهاء الإنقلابيين بشكل مخالف لما يروج له بوسائل؟ أعتقد أن هناك تحول كبير في موقف الإمارات، وهذا واضح أيضا من خلال نقل البنك إلى الجنوب. لولا أيضا التنسيق الكامل داخل التحالف لما تمت هذه الخطوة. أيضا تدريب الكوادر كان في الإمارات، كوادر البنك. وأعتقد أيضا الإمارات موجودة وبقوة في عدن، وهي من ضغطت على القوى الحراكية هناك أيضا لاستقبال الحكومة وأيضا لاستقبال هذا التطور الجديد في المشهد اليمني وعودة الحكومة.
وعودة الأمن والاستقرار. أعتقد الإمارات هناك تغير في الموقف ككل في النظرة من في نظرتها من الانقلاب، وهذا يأتي الاستهداف في طريق هذا التحولات الكبيرة للموقف الإقليمي، وأيضا من خلال التنسيق في العمليات الميدانية والمعارك الآن التي تدور في المأرب، وقيل أن الإمارات هي من تتزعم بشكل أساسي معركة مأرب والآن في الجوف. أعتقد أن هناك تغير في المشهد بشكل كبير، هناك قناعة صارت لدى المجتمع الإقليمي بأن لا جدوى من التعامل مع القوى الحوثية أو أي طرف من قوى الإنقلاب، بالعكس صارت المخاوف تتوسع بشكل كبير، الأمن والاستقرار تتهدده كثير من المشاكل من قبل هذه القوى، بالتالي الأمن القومي الخليجي بشكل عام يتعرض لنزيف كبير من قبل هذه القوى. أيضا هناك تهديد كبير من قبل إيران تستغل هذا الجو الكبير لتخنق أيضا دول التحالف. أعتقد أنه أيضا القانون الجاستا الأمريكي أثار أيضا كثير من نعم وشكل منعطفا كبيرا في دول في التنسيق الكبير في طيب الموقف الإقليمي، وبالتالي التركي في اتجاه مجمل القضايا في المنطقة. طيب بالحديث عن قانون جاستا ومشروع التصويت عليه لدى مجلس النواب الأمريكي باعتبار أنه نوقش في مجلس الكونغرس، الآن هذا الأمر أعاد اليمن ربما إلى دائرة الضوء بشكل أكبر عما كانت به سابقا بعد عاصفة الحزم، لكن قبل هذه الحادثة. هذا الأمر هل سيساهم في نوع من التقارب الأمريكي السعودي بخصوص الملف اليمني على الأقل، أم أن بوجود مشروع جاستا هناك مشاريع مختلفة أو جبهات مختلفة لهذه العلاقة، وكيف سيؤثر ذلك على اليمن؟ أعتقد أنه جاستا سيؤثر بشكل كبير على اليمن من عدة نواحي. أولا أنه المملكة العربية السعودية بدأت تتخوف بأن هناك أجندة للولايات المتحدة الأمريكية تنصب في طريق تحقيق أجندة إيرانية في المنطقة، قصدي تحقق أجندة إيران في زرع إيران في المنطقة بشكل عام، كشرطي أيضا للمنطقة. نعم يأتي أيضا استهداف المملكة في هذا السياق أيضا، وتوجيه تهم الإرهاب ليس للفعل الأساس وهو إيران وأدواتها في المنطقة التي حولت المنطقة إلى جحيم، ولكن إلى الاتجاه المناهض وهي المناقض والمناهض لهذا الخرق الكبير في المنطقة العربية والتي تتزعمه السعودية. أعتقد أن الوثبة الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بتزعم دول التحالف والوقوف بحزم لمخططات إيران في المنطقة، أيضا المنسقة مع الولايات المتحدة، حرك هواجس كثيرة جدا، وبدأ أيضا يحرك ملفات للضغط والابتزاز المملكة العربية السعودية. هذا سينعكس أيضا وبالا على العلاقات الأمريكية، وسيكون له الصدى واسع في المعركة في اليمن. وبالتالي أنا أقرأ التحول في المشهد اليمني جاء أيضا متأثرا بصدى المعركة معركة جاستا. أعتقد أنه هناك مخاوف كبيرة جدا من تموضع إيران في اليمن ومن دعم مطلق للولايات المتحدة الأمريكية من التوغل الإيراني في المنطقة، بالتالي كان هناك تنسيق تام أو كبير بين المملكة العربية السعودية وتركيا حول تداعيات أيضا وخطورة هذا الموقف الذي سيؤثر أيضا على مجمل القضايا سواء في سوريا أو في اليمن، وأنعكس أيضا من خلال التصعيد الكبير وسحب ورقة إيران في اليمن والتدشين باتجاه صعدة وصنعاء. وشهدنا الآن التسخين اليوم في اليمن لم يكن يعني بشكل كبير وخطير، وبدأ أيضا يحقق نجاحات وانتصارات هائلة كبيرة، وأيضا التمشيط المستمر للطيران يحقق أيضا ضربات موقعة، خروج الجوف بكاملها، وهذه المنطقة الحصينة للحوثي الغيل يعتبر يعني نقطة خطيرة جدا في مشهد المسرح اليمني. أعتقد كل هذا له تأثير كبير وانعكاس لجاستا. طيب الآن عند يعني دخول الحوثيين لصنعاء كان هناك اهتمام ربما عالمي باليمن أو اهتمام أكبر من الطبيعي، عند بدء عاصفة الحزم كان أيضا هناك اهتمام أكبر في سياق أنها عملية كبيرة وتدخل لمساندة الشرعية باليمن ضد الانقلابيين. بعد هذه الحادثة جاء الضوء مجددا إلى اليمن باستهداف أحد الممرات أهم الممرات الدولية، إلى متى سيظل تأثير هذه الحادثة مستمرا بداخل الأوساط الدولية إلى أن يخفض، أم أنك ترى لن يخفض في هذه الحالة؟ لا أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ يسأم، حقا هو كان يساند تماما الثورات المضادة والانقلاب في اليمن في سياق مجيء الربيع العربي التي أثار هواجس كثيرة لدى المجتمع الغربي. أعتقد أن الحركة الحوثية تماما
تعمل في اتجاه معاكس لهذا المناخ، هي تفخخ الأمن والاستقرار بشكل كبير لدول الخليج، هي تفخخ الأمن أيضا في الداخل اليمني، تتعامل مع شبكات الإرهاب، تحاصر المدن، تقتل المدنيين، تفخخ أيضا عملية السلام، لم تستطع أن تستفيد من الفرص الدولية التي حاولت أيضا أن تدعمها وتنقذها من المشهد وتغرسها أيضا في مشهد اليمني. أعتقد أنه أيضا الحدث المهم والبارز الآن التحول أيضا للملاحة الدولية، أعتقد أنه الحركة الحوثية تتعامل بمنطق العصابات، منطق الميليشيات، لا تريد أن تستفيد من الفرص. المجتمع الدولي تتعامل بقلق كبير تجاه المجتمع الدولي وتجاه أيضا الأمم المتحدة وتجاه كل الأطراف. هناك أيضا هذا الشعور الطاغي على الحركة الحوثية، القلق من المجتمع الدولي بأنها مستهدفة من المجتمع الدولي، هو ما يربك تماما موقفها بالداخل. أعتقد أن الحركة الحوثية الآن بهذا الاستهداف الكبير فقدت آخر أوراقها، وهناك الآن سيكون لها انعكاسات وتداعيات كبيرة جدا تصب في طريق تعزيز قلنا قبضة التحالف على السواحل اليمنية والموانئ، وهذا سيكون له تأثير كبير في حصار الحركة الحوثية في اليمن. طيب دكتور، لمزيد من إثراء النقاش ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم القاطبي معنا عبر الهاتف من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. يا مساء النور. مساء النور لك ولمشاهديك الكرام. أهلا بك أستاذ إبراهيم. الآن هناك هذه العمليات العسكرية التي تتم في الأرض، على البر، في مأرب، في الجوف، في صنعاء، في تعز إلى آخره. هناك أيضا هذه العمليات العسكرية أو المناورات العسكرية في البحر، وهناك محاولات سياسية من جهة ولد الشيخ لإعادة المفاوضات السياسية إلى عجلتها، سواء بوجود هذه الهدنة أو بعدمها. ماذا ترى أن الوضع السياسي في الأيام القادمة سيؤول إليه في اليمن؟ بالنسبة للوضع السياسي في اليمن، الأمور في وجهة نظري باتت واضحة، أنه المسار السياسي أو مسار السلام مع ميليشيات الحوثي وصالح لن تنتج أي نتائج بالنسبة لليمنيين ولا للإقليم والعالم. الحوثيون وميليشيات صالح ظهروا للعالم كميليشيات، يعني آخر الضربة التي تعرضت لها السفينة الإماراتية في المياه الإقليمية الدولية هي رسالة واضحة أنه الحوثيون ليسوا وصالح ليسوا خطر فقط على اليمنيين وعلى الإقليم، بل على السلم والأمن الدولي، وهذا بدأ واضحا من الجريمة التي ارتكبوها في أعماق البحار. الشيء الثاني بالنسبة للداخل، بدأت الأمور منحصرة تماما بالنسبة للتحركات العسكرية للمقاومة اليمنية وقوات الجيش، بدأت تحاصر الميليشيات بدأت تنكمش بمعنى الكلمة. لا يوجد الآن تم تجفيف الأموال التي كان يضخ إليها من خلال البنك المركزي اليمني، القوات لا توجد لهم قوات بمعنى القوات التي كانت توجد في السابق من الحرس الجمهوري والفرق التي كانت ممولة بأحدث السلاح والمواقع العسكرية والاستخبارات، أصبحت متقطعة في جميع أنحاء اليمن. القوة العسكرية لم يمتلكوها ولا القوة الاقتصادية الآن، فسيتم محاصرتهم الآن. المسار السلام الذي يدعو إليه ولد الشيخ بالنسبة سيكون خطأ جديد إن لم تخضع الميليشيا وقوى صالح إلى تنفيذ القرارات الدولية، وهو الانسحاب من المدن وتسليم السلاح. إذا تم أي حوار خارج هذا النطاق فوجهة نظري هو إعطاء شريان حياة للميليشيات لتبعث باليمنيين وتقتل مزيد من اليمنيين وتدمر مزيد من المدن. فلذلك أنا في اعتقادي المسار بدأ واضحا، يعني هناك تصميم من قبل التحالف العربي، العالم يعرف تماما أن ميليشيات الحوثي وصالح ليست سوى ميليشيات انقلابية ودموية تقتل اليمنيين وأوصلتهم إلى المجاعة كما نرى في كثير من المناطق اليمنية، ولذلك يجب التخلص منها. هي لن تعد شريكا سياسيا بمعنى الكلمة، لأنه هي من جلبت إلى اليمن الحرب والخراب والمجاعة والفقر. طيب أستاذ إبراهيم، يعني عندما رفضت الميليشيا يعني الخروج بشكل جاد في مشاورات جنيف، قيل أن المجتمع الدولي بات يعلم أن هذه الميليشيات الانقلابية لا تعترف بالعهود والمواثيق، ثم كانت هناك مفاوضات الكويت، والآن يجري التحضير لمفاوضات بشكل أو بآخر.
هذا الأمر بعد استهداف السفينة الإماراتية إلى أي متى يعني بات المجتمع الدولي بالفعل جادا لوقف التهور الذي يقومون به الانقلابيون في اليمن لوقف هذا النزيف على الأراضي اليمنية ووقف هذه الحرب أيضا؟ في اعتقادي هناك ثلاث مسارات من هذا وجهة النظر الدولية. يعني هناك الشأن اليمني الداخلي وما يطلبه اليمنيون من تنفيذ مخرجات الحوار الوطنية والذهاب إلى الأقاليم ولا المركزية. هناك أيضا من الناحية الإقليمية هناك مخاوف حقيقية حول استقرار الأوضاع في اليمن والأمن ودخول إيران بشكل مباشر في العمق العربي من خلال اليمن وتهديد الدول الخليجية. وهناك أيضا يعني مصالح دولية متضاربة بين الأمريكان وبين الروس في المنطقة، فيجب أن ينقرأ الملف اليمني من عدة محاور وأن لا فقط نراه من المنظومة الدولية، لأن في وجهة نظرية الكل يتفق على يقف ضد الانقلاب. أنا أتكلم من وجهة نظر مجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون الخليجي وأيضا العالم أجمع أنه هناك انقلاب في اليمن وهناك يجب يعني إنهاء هذا الانقلاب وتسليم السلاح وإعادة الحكومة الشرعية. لكن هناك ملفات أخرى، الملف الداخلي اليمني كما ذكرته هو مخرجات الحوار الوطني والذهاب إلى الأقاليم، والملف الإقليمي الذي تدخل من واسطته إيران لزعزعات الأمن والاستقرار في المنطقة. فهناك مصالح مختلفة في هذا الاتجاه، مصلحة الشعب اليمني شيء والخليج شيء والمجتمع الدولي شيء آخر، فيجب أن ننظر إلى هذه الأمور من هذا المنظور. يجب على اليمن يتحركوا لإنهاء هذا الانقلاب بمساعدة طبعا المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يعرف تماما، يدرك ما يجري في اليمن من اللحظة الأولى، لكنه أيضا يبحث على مصالحه ومصالحه ربما أحيانا تتناقض مع مصالح المنطقة ومع مصالح الشعب اليمني. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إبراهيم القاطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. أعود إليك دكتور عادل. الآن وفق هذه الأوضاع العسكرية والسياسية والتعقيد بداخل الملفات الإقليمية وبداخل اليمن أيضا، هناك الآن توافق بشكل عام على مر آخر سنتين تقريبا أو أكثر، ربما هناك ما يشبه التوافق بالنسبة لمجلس الأمن بشأن اليمن. برأيك إلى أي مدى سيستمر هذا التوافق وما الذي يجب عمله للاستفادة من ذلك؟ التوافق في خصوص يعني تأييد الشرعية بداخل اليمن. بلا شك الآن المجتمع الدولي يضغط باتجاه أيضا الذهاب إلى المفاوضات. أعتقد أنه كل ما حصل تقد خطوة إلى الأمام، تقدم في المسار العسكري، يتم أيضا تحرك دولي في اتجاه أيضا المفاوضات. أعتقد أنه المشهد الآن يكتمل بشكل كبير في اتجاه أيضا تحرير كامل الأرض، خاصة مع اقتراب قلنا قوات التحالف من صعدة وصنعاء، ومع هذه أيضا التحولات الكبيرة المتمثلة في عودة الحكومة والبنك. أعتقد عرّت تماما الانقلاب وذهب هو إلى حقيقته الآن، يعكس سلوكه بشكل كبير في التعامل كميليشيات والآن ضرب الملاحة البحرية. أعتقد أن هناك ضائقة نفسية كبيرة تعانيه القوى الانقلابية، هي من دفعتها إلى استخدام هذه الأطر. أعتقد أن هناك تحول كبير في المشهد اليمني، وهناك أيضا الرغبة من المجتمع الدولي، لكن وصول وعطاء فرص كبيرة جدا واستنزاف هذا الوقت الطويل مع القوى الانقلاب وعدم أيضا جديتها في التعاطي مع هذه الفرص وعدم تقديم ضمانات حقيقية أو السير بجدية في التعاطي مع هذا الملف المفاوضات. أعتقد أنه أوصل مع أيضا الخروقات وتوسيع الخروقات بشكل مستمر، وصل المجتمع الدولي للسأم من ممارسة الحركة الحوثية، وبالتالي تفخيخ أيضا. وكانت فرصة كبيرة جدا المفاوضات الكويت التي استمرت ما يربو من 3 شهور، مورست كثير من الضغوط على دول التحالف والحكومة وأعطت أيضا كثير من التأشيرات التنازلات، لكنها أيضا صعدت بعملها وجمدت المسار التفاوضي وبدأت أيضا بتصعيد ينتهي الآن ويفضي إلى هذا التحول الخطير في استهداف الملاحة البحرية. أعتقد أن المجتمع الدولي الآن يضغط في اتجاه أيضا الحل العسكري وتخفيف الضغوط على دول التحالف، وهذا ما ترجم الآن من خلال هذه الانتصارات الكبيرة وهذا الاقتراب الكبير من قوات صنعاء ومن مدينة صعدة وصنعاء. أشكرك دكتور عادل المسني الباحث في العالم.
والعلاقات الدولية كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. كما أشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات بقية أفراد طاقم العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.